ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الجمعة الموافق 13 اكتوبر 13/10/2023. النهاردة الرقم 4 بيراعي الاشخاص المصممين اكتر واللي بيركزوا على النتائج، بحيث النهاردة برجك بيحس على الاهتمام الشديد باي تفاصيل. ما تخليش نفسك تتضلل، هيبقى في احتمال كبير جدا انك تواجه الخداع، عشان كده حاول تقرأ اي مستند بعناية، خاصة لو كان في نص صغير فيه. في فترة القمر المتضائل هتبقى حيويتك عالية بما فيه الكفاية، لكن جسمك بيحتاج للدعم. هتلتزم بنظام غذائي خاص وهتتناول الفيتامينات وهتقضي كتير من الوقت في الهواء الطلق. هتبقى النهاردة حذر من الحسد والقيل والقال. القمر في الميزان هيبقى بيستفز الناس حواليك عن افعالك الغير لائقة. حاول انك ما تنتبهش للشائعات اللي ممكن تبقى بتضر بسمعة اسرتك. من الواضح انه هيبقى عندك مفاجآت سارة مش هتقاوم ولا هتقاومها القدر. هيبقى الوقت النهاردة مناسب عشان تترقى وهتمشي للتسوق بحثا عن افضل ملابس ليك. هتفكر في انك تغير مكان اقامتك وشغلك.